قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية اطلع خلالها على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة تطوير الطرق ومحاور القاهرة الكبرى والطرق المؤدية لمناطق محافظة الجيزة، حيث تابع سيادته تنفيذ خطة تطوير محافظة الجيزة بإجمالي أطوال 177 كيلومتر، بما فيها تنفيذ كبار وأنفاق على جميع المحاور، وذلك لتحقيق أهداف مهمة منها تقليل استهلاك الوقود واستهلاك المركبات، حيث استمع سيادته لمعدلات تنفيذ الخطة وهي تنفيذ محاور طولية توسعة محور 26 من يوليو بطول 12 كيلومتر لربط طريق الإسكندرية الصحراوي بالطريق الدائري، تنفيذ محور المهندس شريف إسماعيل بطول 12 كيلومتر لربط الطريق الدائري بمحور 26 من يوليو، تنفيذ الطريق السياحي بطول 6 كيلومترات لربط الطريق الدائري بطريق الواحات. بالحل اللي احنا عملناه ده احنا اوجدنا شبكه طرق جديده بالظبط حل المساله دي خالص لمنطقه الجيزه بالكامل او لمحافظه الجيزه بالكامل. تمام يا فندم. خلي بالك هنا كان في كتله سكانيه ضخمه جدا بالزبط. في المانيال والزمالك والمهندسين، وخد بالك بتقول لي كمان مدينه الشيخ زايد ومدينه 6 اكتوبر وامتدادها حتى والقريه الذكيه ثم بقيه المحافظات. تمام ست. ونقول ان الكتله ديت كانت حجم الحركه اللي بيها اللي موجود فيها كان بيعاني خلال الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت من قله المحاور اللي اتحرك عليها. تمام يا فندم. لما نقول كده نقول ايه؟ نقول طب ال 200 كيلو دول هيحلوا ويقللوا كثافه الحركه على بقيه المحاور اللي كانت قبل كده بقد ايه؟ وحجم التلوث اللي كان موجود نتيجه الزحمه دي قد ايه؟ وحجم استهلاك الوقت والوقود قد ايه؟ تمام ست. طيب ده كان انا برضو يهمني ان احنا واحنا بنتكلم دايما نقول للناس احنا مش بنتكلم على منطقه المنشيه ولا صفه اللبن، لا احنا بنتكلم ده هي واقعه المحاور دي في المنطقه دي، لكن هي بتربط كتل سكانيه ضخمه جدا وبتحل المسائل كمان للكتل دي. تمام. 200 كيلو دول حكايه ثانيه خالص، وتكلفتهم تكلفه كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا بنعمل ده احنا مش بنعمل في ارض فاضيه، احنا يا اما بنعمل في ارض وكان فيها مشغوله يا بزراعه يا بمباني. تمام. وبنضطر ان احنا نعوض الزراعه وبنعوض المباني اللي موجوده. وعايز اضيف لسيادتك بس حاجه يا فندم، ان بالاستعانه المكتب الاستشاري للهيئه الهندسيه وعدد من المكاتب المصريه التخصصيه الاستشاريه لاعاده استخدام المواد المحجريه يا فندم من قطاعات الحفر. كنا احنا قلنا الحكايه ده باستخدام المحددات الحديثه اللي سيادتك امرت بوجودها يا فندم، وده طبعا يا فندم بيقلل التكلفه الماليه وبيقلل التلوث كما شملت الخطه ايضا تنفيذ محاور عرضيه وهي انشاء محور احمد عرابي بطول 17 كيلومتر بدايه من طريق المنشيه مرورا بالدائري ومحور عمرو بن العاص وطريق مصرف نهيه محور شريف اسماعيل وربطه بمحور كمال عامر وصولا لميدان سفنكس وكوبري 15 من مايو ومناطق وسط البلد، تنفيذ محور عمرو بن العاص بطول 5 كيلومترات لربط القوس الشمالي بالجنوبي بالطريق الدائري، تنفيذ محور الخمائل بطول 10 كيلومترات لربط محور 26 من يوليو بالطريق الدائري القوس الشمالي. بالنسبة سيادتك لطريق الكابلات اللي سيادتك فندم مشرفنا عليه، جاري يا فندم إنشاء كوبري علوي بطول 400 متر وعرض 4 حارة مرورية لكل اتجاه لتحرير الحركة المرورية عند نقطة التقاطع فندم مع محور 26 يوليو، والكوبري ده فندم تم تنفيذه قطعين منفصلين يا فندم بالتنسيق مع وزارة النقل يا فندم المونوريل عشان ما يتعرضش مع أعمال المونوريل اللي بتنفذها وزارة النقل يا فندم. بالنسبة سيادتك للأعمال اللي بنقوم بتنفيذها يا فندم، شارك في الأعمال 70 شركة وطنية بأكثر من 70 ألف عامل ومهندس و35 مكتب استشاري هندسي مصر يا فندم. طيب. أيوة. احنا كلامنا كله النهاردة اللي احنا بنتكلم على كل احنا بنتكلم عليه ده
بالكثير على اخر السنه باذن الله. مش كده؟ باذن الله. شكرا شكرا.